بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم الطريقة الفنية لمعرفة أسماء الاستفهام. سنقولها معا. اسم الاستفهام يكون في بداية الجملة، وعلامة الاستفهام تكون في نهاية الجملة. فأسماء الاستفهام سنقولها: ماذا من؟ ماذا من؟ كيف كم؟ كيف كم؟ متى هل؟ متى هل؟ متى هل؟ أين ما؟ ماذا من؟ ماذا من؟ كيف كم؟ كيف كم؟ متى هل؟ أين ما؟ أين ما؟ مع بعض. ماذا؟ ماذا من؟ كيف من؟ ماذا هل؟ أين ما؟ مجموعة أبو بكر الصديق. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ مجموعة عمر. ماذا من؟ رائد. مجموعة عثمان. ماذا من؟ فهد. ماذا من؟ أين ما سمعت الشيء؟ تاني. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ مرة أخرى. ماذا هل؟ ماذا من؟ أينما؟ كل الفصل مع بعضه. ماذا من؟ ماجي. ماذا هل؟ أينما؟ مرة أخرى. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أينما؟ من يقولها بمفرده؟ تفضل يا فراس. تفضل تفضل يا عزام. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ تفضل يا رائد. ماذا كم؟ ماذا من؟ أين كيف كم؟ لسه شوي. ها تفضل يا أمير. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ من يقول؟ تفضل يا عبد العزيز. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ من يقول؟ تفضل يا أنس. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ من يقول؟ تفضل. ماذا من؟ كيف كم؟ متى؟ أينما؟ أحسنت. من يقول؟ يلا يا راشد. ماذا من؟ ماذا من؟ كيف كم؟ متى هل؟ متى هل؟ أينما؟ من يقول؟ ها تفضل. ماذا من؟ ماذا من؟ كيف كم؟ متى هل؟ أين؟ ها تفضل يا مشعل. ماذا من؟ كيف كم؟ متى هل؟ أين ما؟ تفضل يا فهد. ماذا من؟ كيف كم؟ متى هل؟ أين ما؟ ها من يريد؟ يلا يا نواف. ماذا من؟ كيف كم؟ متى هل؟ أين ما؟ أحسنت. أنت قلت خلاص. طيب الآن أريد من كل تلميذ يسأل سؤال بأداة استفهام. مستعدون؟ تفضل. من صنع المكيف؟ أحسنت. متى نذهب حديقة الحيوانات؟ يا سلام. متى نذهب ماذا نذهب الفسحة؟ متى نذهب الفسحة؟ متى نذهب إلى البيت؟ أحسنت.
كيف حالك؟ أين بيتك؟ كم كتاب بالفصل؟ كم كتاب بالفصل أحسن؟ اسأل سؤال. أي سؤال يا محمد؟ أين ما؟ أين؟ أين؟ اسأل سؤال عن أين باستخدام أين؟ كمان. ها؟ أين يا؟ أين بيتك؟ أين قلمك؟ أين كتابك؟ أين بيتك؟ غيره؟ أين شقتك؟ متى نأكل التفاح؟ أحسن. متى نذهب؟ إلى؟ متى نذهب إلى البيت؟ تفضل يا رائد. أين السيارة؟ أحسن. من صنع الألعاب؟ ممتاز. من صنع المدرسة؟ ممتاز. متى سنذهب إلى عالم الحيوانات؟ أحسن. من صنع السبورة؟ ممتاز. الآن نكتفي بهذا القدر. قبل أن نختم نقول معا أدوات الاستفهام مرة أخرى بصوت مرتفع. ماذا من؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ ماذا من؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.